ادخل يا خال الحاج. تعال يا غريب. اقعد. ها كيف حال الشغل؟ كله تمام يا خال. عديت النهارده على مزرعه المعلم حسونه وسلمته العلف، والارض القبليه رمينا فيها التجاوي. ربنا يبارك فيك يا ولدي. مالك يا غريب؟ في حاجة عايز تقولها؟ لا ما فيش يا خال. فيش كيف؟ ما تردد ليه؟ ما تقول. بصراحة يا خال أنا خاطري إني أتجوز. إيه؟ تتجوز؟ يا ألف نهار مبروك يا ولدي، ألف نهار مبروك يا غريب. عشان كده متخربط ومش عارف تقول ايه وحالتك حال. قول لي مين العروسه اللي اخترتها؟ جميله بنت الحاج عبد التواب. يا زين ما اخترت يا غريب. يعني موافق يا خال؟ اللي موافق. حاج عبد التواب راجل من خيره الناس ونسبه يشرف. بكره ان شاء الله نروح نطلبها لك. صح يا خال؟ اللي صح. بهزر انا ولا ايه؟ والله كبرت يا غريب وانجوزك وتبقى صاحب عيلة. كله بنفسك يا خال، ربنا ما يحرمني منك ولا من حنية قلبك ولا مراعيتك لينا يا رب. ألف مبروك يا ولدي، ربنا يرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله. بالإذن يا خال. ربنا يخليك لينا يا خال، ربنا يطول في عمرك يا رب. سلام عليك. ايه اللي حصل؟ اصلا وكمان بعدين يا محمود. يا بوي كل ده حصل؟